هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هناك تفهما فرنسيا بأن النزوح للأراضي المصرية أمر شديد الخطورة وأن مصر لن تسمح به، مشيرا إلى أن خروج الفلسطينيين من أراضيهم ليس الحل للقضية الفلسطينية. وأضاف الرئيس السيسي أن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية هو السبب في تطور الأوضاع بهذا الشكل. تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة، وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن إذا كانت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على إن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي إحنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال 20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم.